طلبت من العيال يعطيني 30 تحدي في 24 ساعة وغصبا عني انفذها. اي تحدي راسك؟ اي تحدي؟ الحين اقول لك يعني جيمك ولا برا؟ اي شيء. هذا تحدي سهل دام ال 30 تحدي. اي والله كثير مرة ترى. ابيك خف علي خف علي تكفى الله يرحمك. ادق على واحد، اخر مرة كلمته لازم قبل 3 شهور لازم. يا ويلي. وتطلب منه سلف 5000 ريال. مرة كثير. عاد هذا الموجود. انا اقطع عنه واطلب منه سلف. سلف. بارد وجهي كذا انا. تفضل. الله يستر. انا جبت واحد من 3 شهور زمان. كان بدق عليه. ومن زمان والله من زمان مره ما اذكر حتى متى. الو السلام عليكم. نايم والله. الحمد لله اخي بطلق طلب والله اني مستحي منك مره. اي والله صدق اخي ابي سلف منك صدق مستحي ترى مره وانا اقول لك عمر. مبلغ يعني مو بذاك المبلغ. 5 والله 5 ما انت غني طلع فلوسك. والله ما عندي شيء منك فلوسي كلها معصوب. ليه كم تقدر تعطيني طيب؟ طيب 4 بحيث اني بقدر ادبر الف بعدين. يا اخي استهبل والله الله ياخذ ام التحدي عمر. احس اني قاعد بردوج والله اني بردوج كل الاحوال تحدي تم بس والله ما يحول لي استحيت. مسبح والله خلصت في المسبح. مسبح مسبح ترمي واحد من المسبح. يلا روح مسبح. هذا صرفني. يلا واحد. واحقني مو صرفني. لا واحقني. اي واحد من العيال روح تنطرف المسبح ومشكلتك تصرف. اي واحد هو اي واحد حلو لكن اي واحد جوالي معي اروح انا مودي جوالي معي لا جوالاتي طيب الو طار طايب طببري مارشميلو خدود البنات خدود البنات حلو مارشميلو خدود البنات ابيك شفت في العلبه كلها تاكلها كلها تاكلها وتقول اشتركوا لا والله بطلع قبيحك يا ابو فمي صغير والله والله فمي صغير افغص 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 محمد افغص افغص والله باقي ثنتين باقي واحده باقي واحده يلا يا جماعه اسمعوا الكلمه اللي بتقولها والله شوف احمد ربك اني ما قلت لك لهم لايك واشتراك وشير فهمتوا ذي بس قلت لك اشتراك اشتراك يا جماعه بقول لكم حاجه واضح ان محمد ما يبغاكم تشتركون بقناته قل لهم طيب ابى اشرب شاي انا بصب لي شاي ما الشاي حق بسم الله عشان كذا يا جماعه واضح ان محمد ما هو يقدر الاشتراك ولا يقدر اللايك ولا يقدر انكم تشترون مقطعه يا الله غيره بغيره محمد محمد ما ادري عاد يشتركون شكرا الله. لا يا الحين ابيك تعطيني تحدي. تحدي. بسوي اليوم 30 تحدي. طيب. اعطيني تحدي بسرعه. دام انك لابس الجيرسي ابيك تلبس فوق الجيرسي 20 تيشيرت 20 ملابس اي شيء 20 ما تدخل ما تدخل ما تدخل هذا واحد هذا يعتبر واحد هذا واحد هذا يعتبر واحد يا الله واحد. الجيرسي رقم 20 والف مبروك يخرب بيتك الله يقلع ام القهر اصبر. شو التحدي ما سويته؟ تحدي تم دامك انت جايني في عز شغلي ومتقروش انت تشتغل غير اشتغل قلت لك نشتغل اي فانا بدك شيء وسخ انا اسف والله ليه؟ والله شيء وسخ وش تعطيه؟ راح عند طاحب الافكار خالد ابو خلود ايوه قول له تبي تروح معي في المسبح انا وانت نسبح بالغصب ولا بالطيب قول له انت بس يعني الحين جاء معك علم على طول اي خس اركيه كذا عليه اهلا اوه كان باي شتاء تعال انا ابيك سالفه برا ايوه ايه عرفته والله اني عرفته زين بسم الله بالطيب بالغصب ولد هو بالطيب بالغصب ولد والله ايه يا عيال شوفكم والله ما اقدر اتحرك والله من مره يعني اي والله مستحيل اي ولد عمك والله طح عند ولد عمك هو ادرابك خسرنا في التحدي قال لما انك خسرتني تحدي اعطني تحدي في احد يطب معك مسبح صح؟ ايه خذ هذاك المانيكان وطب معه يلا مساء خلاص يلا بجيك ما في الا انت ممدوح طلع هاي ممدوح شد حيله ما يغرق والله لما بارد الوجه بارد نسيت بارد نسيت الله ياخذ التحديات ولكن تحدي تم انت ايش فيك؟ والله يا اخي ايش فيك يا اخي؟ لا 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 ادري انت تمام مقدر ظروفك طيب ابعد بيت شوي ليش؟ بس تعبان يعني؟ لا بس يعني طيب اوكي ايوه ابيك لا انتبه مني اطلب منك طلب تفضل قاعد اشطف العيال واطلب منهم طلبات ابي تعطيني تحدي يا اخي انا مالي تقومني تطلب تحدي ليه؟ ليه 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 يا اخي بس حس يا مسلم حس ما فيك طلون صح؟ الحمد لله تاكل فلفل بدون ما تشرب مويه تحديات ما بعد ارجع غرفه كلمه الله يعافيك والله لا تاكل فلفل
طيب بدون ما تشرب مويه لمده 3 دقائق. طب واذا بموت؟ يومك. الله يرحمك كان طيب كان قد التحديات. واحد ما قال لي خلص صح؟ قال لي مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش يا مودي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما اقدر. ممنوع صح؟ لا لا ما اقدر والله. طيب هذا ليش ما يرجع فيزا؟ ايش دخله بالطاوله؟ ما ادري ما ادري. وقال لي لا تشرب صح؟ لا. وقال ما تشرب. ايه. ما قال لي تتمضمض. هذا يعتبر غشيت. غشيت. ما شرب ما شرب ما شرب ما شرب. لطيف ايش رايك؟ لا لا قهوه والله. والله قهوه. ايش رايك على اخر 10 ثواني؟ لا والله قهوه. كان نار طفيتها ورب الكوت. كلنا نعرف ان يزن صاحب المتجر مسؤول عن خصومات، فصعب مره انك تدق على يزن وتقول له ولا ابي كود خصم للمتجر. لازم اقنعه. اي لازم تقنعه. يزن السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك ابو علاء؟ الحمد لله. يلا حي النشمي مطروخ. ابو علاء بطلبك طلب ما تردني. ابشر. انا المقطع الجاي ودي احط كود خصم للمتجر. ما تكلمنيش ماليش دعوه والله. ابو علاء اسمعني ابو علاء. ابو علاء اسمعني ابو علاء. انا ادري. اسمعني ابو علاء. اسمعني صوتي يا ابو علاء جايك طالبك وناخيك. اي اسلم. تكفى يا ولد الجدعاني. الله يسلمك. ايوه ايش تبي؟ اي خصم اي كود تكفى. تكفى يا ابو علاء. ما ردك والله. والله ما تردني. والله ما ردك والله. تكفى كم؟ والله شوف اي شيء 10 5 اي شيء اي شيء. والله 10 تم. 10 تم؟ تم. وش الكود الخصم؟ وش كود الخصم؟ تراب بس اسمع يومين بس. خلاص يومين كود خصم. ما تعلم احد. خلاص مالك ماني معلم احد بس انا وال انا واللي قريبين مني انا وقريبين مني لابراهيم درى يا ويلي ومالك ابراهيم بالذات ابراهيم ما راح يدري باذن الله اي مالك خلاص بس سرك سرك كبير يلا بلا البير قاعدين فيه كلنا تحديك ايش تحداك تقنع انت والله ما تقدر والله ما تقدر وين والله ما يعطيني 1% هذا التحدي اللي بعده ثواني طيب ابي تحدي تحدي سريع سريع وش ذي قاعد اسوي 30 تحدي في يوم تحدي اي تحدي اي تحدي تبي تحدي سريع اي تحدي مويه وثلج في هواء في هواء يا بارده يا بارده ورب الكعبه بارده رب الكعبه بارده رب الكعبه بارده لا خلص لا خلص زيت 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 ارحمني 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 زيت ارحمني 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 ايه خلاص كم شفت اي حل الحمد لله بما ان الفتره الجايه فتره مهمه جدا اوكي حلو حلو راح تلقى هناك في الصاله ايوه ثقلين ابغى 5 كيلو 5 كيلو ما ادري على حسب وش تمارين؟ ايه لا لا تشيل ما عجبك رسمين ولا وش؟ نحيف انا ما عجبني وضعك هذه قبل النادي عرفت عرفت تدرب ممتاز كي تسخن من الحين طيب تاخذها واحده يمين واحده يسار طب المسبح طب البدايه يا والله والله نسويها والله والله اطلع لنا كذا والله الله نسويها جرب طب المسبح طيب رياضه واسبح بها امش ايه تطلع تمشي فيها لين جهه امشي فيها امشي تدخل يمين يسار تمشي فيه لين جهه طب كم كيلو؟ في هناك كيلو 5 5 ايه يلا قد امشي والله تاخذ ذا مسبحكم طويل الحمد لله اصبح اشوف هي ليش حكي ثقيل مره يا ودي امشي ثقيله ثقيله هي تصوص جلدي تحديك سهل ابو جسره ذا والله ايوه الله يسلمك سوينا التحدي ابو جسره خلاص سويت تحدي تم تحديك بايخ طلع لا تفهمنا الله تفهم طيب روب روبتك شكل تحدي ثاني تك امانه امانه حلبتني والله حلبتني لا 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 باقي لي والله باقي لي تحدي كثيره بالطب في المويه ممتاز حلب سمكه سمكه قسم بالله سمكه تغوص تحت من دقيقة كاملة حلو ما تنفس من فوق اي والله اسويها اقول لك شيء بستفيد ابي اسوي تحديات يلا 3 2 1 والله ما طولت والله والله ما طولت كم كم 20 ثانية بس 20 ثانية 20 ثانية والله ما قدرت تعبت مرة تعبت انت والله تبي تخسرني خلاص مستحيل الله خسرت التحدي يلا ما يحالف انسى انت بتخسرني يلا جاك سعدك حدي سهل يذبحني اليوم اليوم
اشغلت امي اشغلت امي اشغلت امي تبي تنام تبي تنام كل فلوق كل فلوق اصور معك لازم تهوشني وش تبي طيب ابي تحدي ايسري 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 ثاني اي قل لا اله الا الله ولو جوعان لا 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 تحدي خفيف ابيك تعد الى 120 ثانيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 يلا يعطيك العافيه مقطع في قناتي والله هذا مش التحدي يلا حبيبي مشكلتك لا عاد طق بابي تقول ابي تحدي تقومني من النوم عشان تحدي يلا الكم اخر ولا تمشي لا عاد طق بابي ولا اشوفك طاق بابي اياني وياك والله لو تجي الدرج هنا وطق لا 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 يمكن يجي تحدي يعني فكر تحدي يمكن ولد لا تطق الباب علمتك روح المطبخ طلع ليمونه الليمون ايوه اي ما بك ما بيها كامله قصها من النص ايوه تاخذ النص حقها تاكلها ما تطلع اي مشاعر في وجهك لا مستحيل ليمونه يا اخي ذا رياكشن يلا عادي يلا هذا وجهك ترى ركز وجهك حتى هم بيقيمون قاعد يضحك عيالك عم بالقهر كلها كلها عضها عضها ما قلت عضها قلت ايه ورني يا ورني لا لازم تاكلها اكل ولا وينك لعم القهر انا جد حموضه وانا بعيد لو اسوي لك اياها والله تسوي حركه نوع رياكشنات تحدي ايش؟ تحدي تم تم روحي ما تحداني يا رجل يخبيت سوي بوشب بوشب سبني ما اعرف اسوي ما اعرف اسوي اول تسوي حلها والله ما اعرف اثق ايوه انزل 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 بعد اقسم بالله ان اللياقه بزق اخلص يا لياقتنا كلنا في باور الزباله والله العظيم اني كنت رياضي دخلت باور كنت رياضي ما اتوقع ليش تري مدري لان في جيب لي واحد انا اسوي تمرين ضغط انا جيب لي ثاني ما في انت انا برضه يلا والله اول شيء سترايك سترايك هذا التحدي قبل شيء ما سويته ادخل على بث راكان واقنعه خليه يقول روب عمي وتاج راسي وبها عمي انت اغريتني في الاولى؟ اي ما حطيت نفسك في الاولى لازم اشارك الموضوع اصدقاء لبعضهم الاصدقاء لبعضهم انا جاي تحدي ما ادري احس النظريه ذي تهتف امامهم الحين ايه؟ اني تاج راسك عمك وبها معي اه دقيقه تحتاجني الان اعتراف وانت تعرف الوضع اللي انا فيه الان فانت اكثر واحد متقدر فعادي عادي هو انت دائما تقول لي عمي روب ما ادري يمكن الحين عشان في لايف ولا وش ايوه انا بفوت بصوت صوت معهم متاكدين اللي حطيته ايه انتم متاكدين هذا اخر قرار لكم والله اني احبكم بعترف الان ايوه ان بها عمي وتجرب لا يلا يلا برا اطلع برا والله شوف اطلع برا شوف فزنا في تصويت بفارق شاسع بها هذا 67% تصويت بها مكان تلعب والله يزعلون عليك باور روب ايوه وبها سي 7 احسن عمي ايوه بتاج راسي احسن باي باي دنيا يا كرنت وياه هالشيء وش فيه شخصانها ليش ليش شخصانها يا بريحة خرب خرب كيبورد لا كيبورد والله مسويلك مستي غصب من عندك غصب من عندك اني عمي تدراس حب راسي حب راس عمك حب راس عمك حب راس عمك عني انقلع بس يلا شكرا لك مع السلامه اي تحدي انا قد سويته صراحه كان يحرق ابي 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 ابيك تعاني نفس الشيء اللي عانيته حر اندومي ابغاك تخلص الاندومي دقيقه ابو نوع ليش كذا يتمطط ها والله يا محمد ما ظنيت انك تخلصه جد نمر بنص الوقت عمي نعم وش هذا ما عندي مشكله ما اخلصه بس عندي مشكله اني اقدر اعيش بعده 35 ثانيه توفي لك 200 يا ولد يا سيدي ايش ملبس هذا؟ لا بس مسؤول عليك ايش فيك؟ انا ما ادري ليش ايش اللي تصير لي؟ ليش باقي؟ خلاص خلص الوقت. لا لا ماشي. اقول شيء تخليه ساعة كاملة مستحيل. تراك جاني صراحة. حد والله ما اقدر اسويه. السلام عليكم. لا طق. تكفى تصبر. يا اخي والله اني ما اشوف والله. والله ما اخش. وش تبي؟ قلبني عندك يا ليل ولع النور حتى المصور يولع النور يعني جايينك تبي وش تبي وش تبي وش تبي تحدي اي تكفى ابي اقفل هذه التحدي ابيك تروح للدور الثالث تطفي كل اجهزتهم 30 ثانيه والرقم اللي احبه 3 والدور الثالث احبه سبحان الله والله 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 كسر خاطري يا ابو زيد قل لي ليش 30 ثانيه
قل ليش؟ ليش؟ غرف وإذا دخلت في الجهاز بتمشى معه ايش؟ سنفوات لا سبحان الله 30 ثانية يلا حبيبي طولت وانت جالس ثلاث دقائق عشان دقائق أول حاجة أطبق الباب هذا تحلف بالله والله ما أطبق تحلف مو بيني لا ثلاث دقائق والله والله العظيم والله حلفت بالله ما تجي وخر العمل وخر 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 حلفت بالله وخر ثلاث دقائق الآن بدينا تحدي أطفي أجهزة الدور هذا اللي ركنوا بها هذا يا فالورنت يب الله يقلع هالعصا يا اخي وش تبي ايش عندك؟ لا والله مش شيء عندك في الجهاز انت ما عندي شيء في الجهاز ما بس توك صح؟ يب وش بتشوف عندي؟ بعدين وش تبي؟ جاي معقل شوف 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 حمود حمود ما في شيء وش؟ طفى قريت 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 الله لا يوفق العين ميكي ميكي وينها؟ يا اخي ابراهيم قال وفر اجهزه ولعب ولعب السكة نشتغل ولكم تو بو اسمع بو عطا اه 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 لابد من الأضرار في التحديات أبي أدق على أي أحد أدق أقول له الآن أنا مشتاق قهوة لو سمحت بطريقتك أقنع بطريقتك إني أنا أبي قهوة لا لا واحدة ما تكفيني أبي ثنتين كذا والله يا أخي أقنع يلا حي يا زياد وينك؟ طيب زياد أنا حدتني الظروف حلو وداخلا على الله ثم عليك والله أنت أبشر ما دخلت إلا هذا شمري والله ونعم والله ونعم أبيك تطلب لي قهوة ها؟ أبيك تطلب لي قهوة والله لا أطلب لك وتدلل ثنتين ابي قهوتين 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 وقهوه تم والله تم طب ثلاثة ثلاثة عشان المحبين ها ثلاثة وثلاثة تم والله رجلة والله رجلة ها خلاص تحدي تم تم تحدي والله تحدي تم بطلب عليك استغل حبيبي ابي كطول عمر دق دق بالكرة 30 مرة محاولة كم محاولة ثلاث محاولات ثلاث محاولات طيب ابدا واحد لا ما حسب حسابي كمل 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 سبع اوكي تسع عشر 11 12 13 خلاص حلو محاولة راحت 9 انا اقوم شيل النوم أنا أقول سترايك على وجهي بس تحدي كالتالي الموية هذه أبيك تقلبها خمس مرات وإن ما قلبتها خمس مرات بجلدك بالنار خمس مرات ربع ولا خمس مرات والله قلب ما له علاقة كم محاولة عندي كم محاولة خمس مرات تقلبها خمس مرات ورا بعض لا ستريك. لا طب أعطني عشر مرات وخمس محاولات طيب تم يلا. إن جبتها تجلدني إن ما جبتها جلدك أوه ممتاز في جلد يلا يب 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 يلا يلا راحت واثق من نفسي ها تجي القرني تجي لا وقف وقف القرني لا 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 والله العظيم والله العظيم على 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 بعد التحديات صغير 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 انا صغير قوم ولدي شوف انا نايم بالسياره والله العظيم كل بيعطيني تحدي يعني والله العظيم هذا التحدي السلام عليكم مودي السلام عليكم عطى تحدي انك تعطيه كف على صلعته وبوكس بدون رياكشن مثل ما قال ابوي طيب من الحين هو اللي بيعطيني ويقول مثل ما قال ابوي إيه شلون يعني عطى 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 على صلعته عطى اسمعني عطى لا ما تقول صح لي شريطك صح يسعد امك يا وليدي ايوه ابي اسمع صوت الصلعه ايوه يا سلام ليه رياكشن الضحك ليه خسرت عجبني الصوت والله عجبك الصوت لا 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 خلاص البوكس البوكس لا مسكين لا مسكين وشو؟ حليل خلاص عطى بوكس اعطيك على اذنك عطى بوكس والله ما تنام اليوم والله عطى بوكس يلا في النوم والله مسكين قوه خلاص ولد قوه هاي اول شيء دون رياكشن ما تتكلم واحد ابي قوه مودي مودي ايه تراك قهرتني كله قاعد اضحك والله قهرتني تضحك وخر اللي اعطيك انا وخر طيب اسمع تحدي مع الاب عادي يلا اعطيك على صلعتك لا 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 نجرب. لا لا تحدي لا لا خلاص شكرا الا الا لا 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 تعال قرب الا قرب 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 راح اسوي تحديات المتابعين ولكن ابي تحديات مره مجنونه تحديات ما تخف العقل بقرا كومنتاتكم ومن الكومنتات راح اخذ منها تحديات